السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نادي الأهلي والزمالك، وهنتكلم عن قمتين من الأهلي والزمالك. هنتكلم عن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، والكابتن الكبير أيوب الكرة المصرية، وحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير. وهنعرف ان هم اتفقوا مع بعض في بعض الامور واختلفوا مع بعض في امور تانية، بس النهاردة هنتكلم عن الحاجات اللي اتفقوا فيها. عارفين اتفقوا في ايه؟ اتفقوا في موضوع الحجاب، موضوع حجاب المرأة المسلمة. والكلام ده كان من اكتر من 5 سنين. كان في مثقف واعلامي عايش في فرنسا اسمه شريف الشوباشي. شريف الشوباشي ده قال لك لابد ان احنا نعمل مظاهرة والنساء تمشي في ميدان التحرير وتطالب بايه؟ باسقاط الحجاب، وان الحجاب مش فرض، ان الحجاب مش فرض. طبعا المستشار ورئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور تضايق جدا، وبرضه الكابتن الكبير احمد شوبير تضايق. يا ترى قالوا ايه؟ نبدأ بمرتضى منصور المستشار رئيس نادي الزمالك. بيقول يا أستاذ شريف، أنا كنت أتمنى إن أنت تقول لنا إن إحنا ننزل ميدان التحرير عشان نتظاهر، عشان إيه؟ مشكلة البطالة في مصر والمشاكل الاقتصادية، مش عشان ننزل نتكلم عن الحجاب ونطالب إسقاط الحجاب. ده الحجاب ده فرض، علماء الدين قالوا فرض. قالوا أنا مراتي محجبة وبنتي محجبة. الأستاذ أحمد شوبير أيوب الكرة المصرية بيقول إيه؟ بيقول إن الحجاب فرض، مش من حق أي حد يقول إيه، يدعو إلى إسقاط الحجاب ويقول عليه كلام مش كويس، يقول إن هي دي عادة اجتماعية. وبيقول ليه الاستاذ شريف الشوباشي بيتهم المحجبات وبيقول ان هم اخلاقهم فاسده، اخلاقهم فاسده، ان هم فاسدين. وقال لك الحجاب ده حريه شخصيه، خلي الست تتحجب، انت زعلان من ايه؟ وبكده عرفنا اوجه الاتفاق بين اكبر قمتين في نادي الأهلي والزمالك، الكابتن الكبير أحمد شوبير والمستشار مرتضى منصور. وإلى اللقاء في لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.